تنضم إلينا من الخرطوم تهاني عباس، عضو مبادرة لا لقهر النساء السودانية. سيدة تهاني، يعني قبل الحديث عن مبادرة أو حملة 16 يوما أو حتى تخصيص يوم شهري، دعينا في البداية نحدد المفهوم الواضح والشامل للعنف ضد المرأة. هل تم تحديد مثل هذا المفهوم؟ كل سنة وأنت طيبة، وكل نساء العالم بخير، وكل نساء السودان على الوجه الأخص بحياة آمنة وكريمة. العنف ضد المرأة هو كل ما يقع على المرأة من انتهاك لحقوقها لأي حق من الحقوق المتاحة أو المضمنة لنا في الدستور أو القانون أو على حسب الطبيعة الإنسانية البشرية السليمة. العنف ضد المرأة له أوجه كثيرة جدا، وتحديدا في السودان لدينا العنف، عنف الدولة أو عنف القوانين والعنف المجتمعي. يعني هنالك قوانين تنتهك كرامة المرأة في السودان على مر 30 عاما السابقة. كانت هنالك ترسانة من القوانين التي تنتهك حقوقنا، قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على تزويج الطفل من 10 سنوات والختان الإناث الذي لم يجرم حتى هذه اللحظة، وقانون النظام العام سيء الذكر الذي يرتبط بزي المرأة وحركتها، والذي من أجله أنشأنا مبادرة لا القهر النساء أو أسسناها في العام 2009، وقانون الجنسية وقانون النفقة وقانون الميراث. هنالك العديد من القوانين في السودان، كذلك التمييز السالف في أماكن العمل والتعليم أيضا. هنالك قوانين كثيرة متمثلة في عنف الدولة، وأيضا علينا العنف المجتمعي المتمثل في العادات الضارة لكن برضو مسنودة بالقانون. هناك عادات ضارة زي مثل تزويج الطفلات، مثل ختان الإناث، مثل عدم السماح للفتيات من الريف بالتعليم في مؤسسات تبعد عن مناطق السكن وما إلى غيره، أو تفضيل تعليم الولد على طب يعني البنت. كل هذه الأمور كثيرة. ليست مجرمة قانونا. كيف يمكن إذن مواجهة هذه الأشكال من العنف إذا لم يكن هناك قانون يحدد مثل هذه الأشكال من العنف؟ للأسف الشديد يعني كلها لم تجرم، يعني كلها قوانين، بل هي قوانين منتهكة بدلا عن أن تجرم هي قوانين منتهكة في حد ذاتها، لكن ظلت المرأة السودانية وعلى مدار 30 عاما كانت تتصدى المنيع لكل هجمات النظام السابق. ظلنا منذ العام 90 كنا هن أمهات لشهداء قتلوا هنا. يعني نعم سيدة تهاني عباس، عضو مبادرة لا لقهر النساء، من تفضلي. كلها واجهتها المرأة السودانية ببسالة ووقفت في حقها، ونحن الآن ماضيات في طريق أن نجعل العالم برتقالي، وكلنا من أجل أن نجعل الحياة أفضل لنا كنساء، وكذلك النساء ضحايا الاتجار بالبشر، وهن أكثر لأنهن عابرات من مناطق حدودية مثل دولة إريتريا ودولة إثيوبيا وكذلك دولة طيب. جنوب السودان. يعني دائما السودان منطقة العبور لهؤلاء النساء، دائما يعني من أجل إبراز حدث بعينه يتم تخصيص يوم عالمي له في العام. ما فائدة تخصيص يوم شهري لمناهضة العنف ضد المرأة؟ بالنسبة لنا هذه أفضلية لأنها تنقر الجرس عادة، يعني هو اختار بوقفة لمراجعة نفسنا كنساء كمعسكر نسوي وموقف دولنا أو إرادتنا الوطنية في تنفيذ الالتزامات الوطنية، زائدا الالتزامات الدولية، وزائدا التزامات حقوق الإنسان بصورة عامة. فهي يوم تخصيص يوم في الشهر هو عادة يعني وقفة مع النفس، ماذا أنجزنا وماذا علينا، ووقفة لمراجعة ما تم تنفيذه من مطالبات ومن وعود لإرادتنا الوطنية. ونحن الآن في فترة دولة حكومة انتقالية، نأمل أن تكون أفضل لنا من سنين طويلة.
كانت سابقة. فالتخصيص يوم هو يعني توعية، رفع لوعي الناس في الريف وفي الحضر وفي مع السياسيين ومع صناع القرار، في إنه ننبه الناس لمسألة العنف ضد المرأة. وهو يعني مسألة العنف ضد المرأة متزايد للأسف الشديد، بدلا عن ما يعني لعدم وجود آليات حماية، لعدم تنفيذ التزامات وتشريعات وطنية، لعدم تنفيذ. شكرا. نعم، شكرا لك سيدة هاني عباس، عضو مبادرة لا لقهر النساء السودانية من الخرطوم. شكرا لك.